شو بعدنا عم نتجنب؟ شو بعدنا ناطرين؟ ومن شو بعدنا خايفين؟ سوريا حطت الماكسيموم تبعها هون، شفنا شو طلع. والفلسطيني حط الماكسيموم تبعه هون، شفنا شو طلع. ويلا اليوم كل جمعة والتانية بيفقعوها فرمان لهالشرعية انه هن معها وهن بأيدوها ومع سيادة لبنان وحرية لبنان. شو هالسيادة وهالحرية مع 40,000 جندي احتلال و600,000 لاجئ مسلحين على ارضنا؟ على مين عم بيضحكوا؟ الرجال الأقوياء يصطدمون عادة بمواقفهم. بشير الجميل صرخ سيادة وصدم واقعا وهز وجدانا. عناده السياسي جعل المستحيل الشخصي والوطني ممكنا، وجنونه المفيد غير سياسات وهدم مسلمات. في دفاعه عن سيادة لبنان والنظام بدا حارسا للماضي الذي لن يعود، وفي هجومه على دولة المزرعة ظهر ابناً للمستقبل الذي لم يكتمل. وفي جميع حالاته المثيرة للجدل أعاد الروح إلى الشعب المدرج بالحرب والانقسام، والحياة إلى الوطن المهدد بالتقسيم، وأحيا الأمل بوطن 10,452 كيلومتراً مربعاً. بعد كسب معركة الأشرفي صيف 1978 اقتنع بشير أن تحرير لبنان من السوريين وضبط الفلسطينيين ممكنان بالمقاومة المسلحة، لكن استراتيجيته اصطدمت بعائق تعدد وتشتت القوى العسكرية، حيث بقيت التنظيمات المسيحية مرتبطة بقياداتها المختلفة رغم التوحد الشكلي تحت مظلة القوات اللبنانية منذ العام 1976. لذلك بدأت الفوضى على الأرض تهدد الهيكلية السياسية والعسكرية للجبهة اللبنانية بالانفجار. صار في مناطق فيها شيء اسمه الزغلول، شيء اسمه الحنش، شيء اسمه مدري شو، كل واحد عامل منطقة عم بيحط خوات، عم بيعمل تجارة، عم بيفرض الأمن، وعم بيصير كان يوميا صدامات داخلية ما بين بشورى خاصة ما بين الأحرار والكتائب. هلأ بشير كان بهالوقت عم بيرسل رسائل وعم بينبه. انحصر الصراع بشكل أساسي بين الكتائب والأحرار بزعامة كميل شمعون وتنظيم النمور بقيادة داني شمعون، الذي كان يمارس نفوذا على بعض المناطق ويدير مرفئين في الضبي وتبرجة، سمحت له عائداتهما بانتهاج خط سياسي مستقل عن بشير وإبقاء اتصالات له مع الخارج. وهيدي معلش ضغطوا علي فيها كتير إسرائيليين، هاي إيه؟ إنه هني عم يساعدوا بس ما يساعدوا مين يعرفوا مين يحكم. مقابلها كان بشير كمان من صارت فلتة إني بحبوا يجيبوا معلومات إسرائيليين، يمدوا خطوط مع أشخاص هنو هوني، قال لهم بدكم معلومات تطلبوها مني، هيدي تفوتوا على مناطقنا وانترنت وهون انترنت هون، انا واقف بشد فيها. سبب اخر كان يقلق بشير هو استغلال المخابرات اللبنانية للاشتباكات اليومية بين الكتائب والأحرار لتوسيع رقعة انتشار الجيش ومحاصرة وتحجيم قائد القوات اللبنانية. الجيش فات على عين الرمالي
وشاه رزق كان يصور لنا اياه على التلفزيون برز وسكر وزهور وكولونيا والى ما هنالك. الجيش فات على الحدث، جربوا الفوطوع على السفره ما قبلنا، لانه عندنا معركه عم تنعمل بالشمال، وما بدنا كل ما بدنا نمرق صندوق خرطوش نقعد نعمل مجزره على الحوايط. عجز البطريركان كميل شمعون وبيير الجميل عن إرساء تفاهم بين بشير وداني وإيقاف الاشتباكات اليومية التي أوقعت 100 قتيل في الأشهر الأولى من العام 1980. قرر بشير الحسم وأرسل إشارة واضحة في 27 من حزيران 1980. عملوا سياسة قد ما بتكون، بس وحدوا العسكر، والعسكر بده يتوحد طوعا قبل ما يجي شي واحد اخوتي وحده غصب عن العالم. مش معقول. انا كنت يمكن من الشباب اللي قدموا ورق لبشير قبل 7 تموز بكم يوم، من دون ما انا اعرف حتى انه كان فيها التحضيرات، انه اليوم ما بقى يجوز الوضع انه يستمر، ولازم نحن حتى لو بدنا نضرب ضربة عسكرية لازم انه يصير في توحيد للقوى العسكرية. انتظر الى حين ارتكبوا الاحرار خطأ، وهو حركوا بيت الكتائب وادي شحرور ب5 تموز. اجتمع المكتب السياسي، كلف بشير بالرد. بتذكر انا نهار الاحد تطلع جريدة العمل، كنت تطلع بتصدر الاحد تيتر بالاحمر: الاحرار يعدمون كتائبيا 6 تموز. رحت عند رئيس شمعون، كان عم يتمشى قدام البيت، قلت له فخامة الرئيس هيدي خطرة. وبتذكر وبعده حيا يرزق الأستاذ إدمو رزق بيجي، بده يكونوا كانوا مجتمعين بالمكتب السياسي أو شيء من هالنوع، ما بيقول إنه رح يصير شيء، بس بيلمح إنه إن شاء الله أنه ما يصير في دم لأنه ما بنحملها يعني. صباح الاثنين 7 تموز 1980، فاجأ 300 عنصر من الكوماندوس الكتائبي القاعدتين البحريتين في طبرجة والصفرة، وانقضت قوى أخرى على مراكز الأحرار في كسروان والأشرفية والمتن الجنوبي، فيما استطاع أحرار المتن الحصول مجردين من السلاح على حماية أمين الجميل. أما داني شمعون الذي انتظره بشير كي يغادر الصفرة مع عائلته للمباشرة بالعملية، فترك المنطقة الشرقية بحماية الجيش. The Kataib party undertook a surprise attack. We still don't understand why the surprise attack took place, except as a matter of vengeance probably on the sleeping inhabitants of Safra and Kheir Yassin. داني طلع على الجبال، بقي كميل شمعون. شيخ بيير بحكيني بقول لي طلع عند الرئيس شمعون لأنه بيته قريب حدي، شف لي شو الجو لأنه أنا بدي أجي لعنده. طلعت عند الرئيس شمعون، ما قلت له جاي الشيخ بيير، بس شفت أنه جو صحيح، جو مقهور كتير ولكن مسؤول كتير بالحكي يعني بالهدف. تلفت له الشيخ بيير، قلت له بعتقد فيك تجي. إجا الشيخ بيير، لقطوا الرئيس شمعون، قالوا هننزل على اجتماع داعين الأبيت نعمان على مرم طانيوس. ساعة 3 بعد الظهر حصل الاجتماع بصدقه. أنا قلت حتى ما يكون ببيت الأحرار، ليش ما بنعمله بدير مرم طانيوس، يعني تقطع الطريق يلي هو كان بعده الأبيت نعمان معين منتخب جيد رئيس الرهبني، وقلت أفضل أنا هيك بلكي روح القدس بينزل عليهم. وبالواقع عملنا هالاجتماع وفات بشير على الاجتماع. كان جو طبعا يعني دراما. ترأس الاجتماع الرئيس شمعون رئيس الجبهة بوجود بشير، وللي غابوا 2 كان داني وأمين ما إشو. ببلش بالكلام بيقول ما يلي: أنا بالنسبة إلي ما بفرق
ما بميز ما بين الأحرار والكتائب. كل ما يصيب طرف يصيب الطرف الآخر. يلي صار أنا بعتبره بهالظرف يضعفنا، ولكن يلي صار أنا متقبله وبدي قول أنه خلي بشير وحزبة الكتائب وأنت يا شيخ بيير استلموا الأمن بالكامل، وأنا من جهتي بضل بتعاطى بالسياسي. انتهت عملية 7 تموز بالقضاء على ميليشيا الأحرار كتنظيم مستقل، ونجح بشير في تصوير الحسم كأنه الجراحة الضرورية لإنقاذ الجسم المتهالك، بعدما أطلق حملة إعلامية وسياسية تدحض اتهامه بإلغاء الأحرار لتأسيس ديكتاتورية الحزب الواحد والزعيم الواحد. يلي انعمل 7 تموز كان لازم ينعمل ب 14 نيسان 75، من أول يوم بلشت الحرب يكون في قيادة واحدة. لا كنا وقعنا بورطة شمال ولا كنا وقعنا بورطات تانية، لأنه اليوم الحمد لله كل واحد صار عنده 5 زلم وراه بده يعتقد حاله صار نابليون. قضية ما بتمشي ب70 نابليون، قضية ما بتمشي ب70 جيش وب50 بارودة وب50 مدفع وب50 دبابة. سريعاً استطاع بشير تحويل الضربة الصاعقة إلى إنجاز أمني وسياسي، بعدما تأكد من ارتياح المواطنين المرهقين من الحوادث المتكررة. احتوى غضب كميل شمعون مقدماً نفسه كأنه ابنه الروحي، وأعطى للأحرار مراكز قيادية في هيكلية القوات اللبنانية الجديدة التي نظمها على طريقة الجيشين اللبناني والفرنسي. سمحت عملية 7 تموز أيضاً لبشير بالحسم داخل حزب الكتائب عبر وضع اليد على ميليشياته الخاصة والدخول بشكل غير مباشر إلى منطقة المتن الشمالي التي ظل أمين الجميل يمارس سلطته عليها. وكان هون الخيار الأهم فيما بعد بانتزاع قرار من حزب الكتائب بورقة، بقرار من مكتب السياسي بتسليم سلاح الميليشيا تبع الكتائب للقوات اللبنانية وانضمام ميليشيا الكتائب للقوات اللبنانية. اللي انتقل للقوات اللبنانية من حزب الكتائب هو الكور كونستيتوي. يعني في عنا الميليشيا اللي هي بالأقسام وعم تقوم بدورة أو بدها مساندة لتقوم بدورة. كل منطقة عندها العديد تبعها تشتغل فيه، وهيدي بقيت ضمن الميليشيا كاملة. هلا في اجهزه بالحزب، اجهزه للصدم للصد للاسلحه معينه اختصاص كذا، هيدي تحولت للقوات اللبنانيه. بقيت اكيد معضله بهالوقت هيدي بين بشير وبين امين، ويلي ساهم كتير بالحل وقتها هو نحن على الارض، لان نحن خلقنا جسور اذا بدك بين الشباب وكذا، واستوعبنا الشباب واستلمنا الجبهات تبع المتن. هون اذا بدك يلي اذا بدك عوض شوي، لان احنا باخر النهار صارت الجبهات كلها سوا تحت سلطه المجلس الحربي، يعني بالرغم من انه بقي بالمتن بعد هيك بقايا من الميليشيا المتنيه اذا بدك بوقتها. في خريف 1980 اكمل بشير سيطرته على منطقه الجبهه اللبنانيه بعدما اقتلع اخر ثكنه لنمور الاحرار في عين الرماني التي انسحب منها مسؤول النمور لياس حنوش إلى المنطقة الغربية محدثاً مشكلة. بوقتها صار في مناوشات ما بين عين الرماني والشياح أكثر من بعد هالشي هذا، فأنا بوقتها بطلب مني أنا أنه يا بشير بركي أنت بتنسحب من هونيك ومنحط جيش. زاهي بستاني كنا صرنا على اتصال، روح قل له مين ما عنده حدا يوثق فيه بقيت بالجيش لحتى نحطه مسؤول هونيك عنه ويستلمه، بيجاوبني مبلا مشي العون. امساك بشير بالارض والقرار في القوات والجبهه اللبنانيه التي اصبح عضوا فاعلا فيها سمح له ان يفهم اسرائيل وسوريا اللتين ركزتا على الخلافات بين القاده المسيحيين انه السيد المطلق والوحيد. الامر الذي أثار لدى الخصوم في الحركة الوطنية شعوراً بالقلق الممزوج بالحذر والترقب.
تباعا يعني نظرنا لبشير باعتباره مشروع متطرف، يعني شخصية متطرفة لا تعمل من أجل التسويات بل تعمل من أجل استبعاد التسويات، خصوصا بعد 78. طبعا كان يعتبر يعني هو عصب العدو الآخر، يعني عصب العدو، عصب الخصم اللي بدك تقتله. وفي يعني كان أيضا شبهة التعامل مع إسرائيل كانت زايدة، يعني تزيد بهذا التقدير حوله. نحن بين الشعارات اللي رفعناها، رفعنا شعار دفاع عن الثورة الفلسطينية، فمد اليد لإسرائيل بهالصراع كان بالنسبة لنا خطوة في غاية الخطورة. بين سوريا ومنظمة التحرير ودويلة سعد حداد في الجنوب بدت منطقة سيطرة بشير مستقرة ومزدهرة في بلد تجتاحه الحرب. وبعدما اقتنع الرئيس سركيس أن الحل الذي جاء من أجله أضحى سراباً، راح يرد على منتقدي بشير ومشروعه قائلاً: تحدثونني عن دولة بشير وتنسون دولة ياسر عرفات. كان عندي أنا تعليمات من مثل ما قلت لك من الياس سركيس أنه مش بالضرورة تتفق أنت وبشير، ولا بالضرورة تتواطأ أنت وبشير، بس هذا الشق من لبنان مش لازم يضعف طالما هناك شق عم بيستقوي علينا. مدركا أن بشير أصبح رجل المسيحيين القوي، عين سركيس سليم الجاهل وهو قاض من فريق عمل بشير وزيرا في حكومة الرئيس شفيق الوزان في تشرين الثاني 1980. عاد التواصل والتفاهم بعد فترة انقطاع بين رئيس الجمهورية وقائد القوات اللبنانية الذي بدأ يستكشف الطريق إلى جمهورية على قياس طموحه ومشروعه. بيجي نهار بيقول لي: يا كريم أنا شو عندي حظوظ أعمل رئيس جمهورية؟ قلت له 5% أو 10%. قال لي: شو لازم نعمل تيصيروا 50%؟ طبعا انا ما جاوبته، قلت له: هيدا بدك تعمل مشروع طويل عريض، هيدي انت عندك هلا مشروع التحرير، يجب اضافه الى يمكن مشروع تجديد، ويمكن يجب اضافه الى مشروع توحيد، يعني بدها مشروع هيدي. قال لي: خلينا نبلش نعمل ورقه عمل وحط انت اللي بتفكر فيه. شكل بشير فريق عمل أوكل إليه مهمة البحث في الاستراتيجية الواجب اتباعها بعد توحيد القوات اللبنانية وتمهيداً للانتخابات الرئاسية بعد أقل من سنتين. كان عنده 3 حلقات بشير: حلقة 24، حلقة 12، حلقة 6، حلقة 3، وآخر حلقة شهر المالك وجه الصبح نطلع لعنده. 3 جاه النجم وأنا، 6 بتعرفون، بعدين ضمن عسكر 12، بعدين حلقة 24. مستعجلين يعمل رئيس جمهورية. يعني صار نحن في خلاف بيناتنا كمان، البعض منا ما بدون يترشح على الرئاسة. وقتها عمل لي مكتوب، ضر رصدي مكتوب أنطوان نجم مدون عندي يعني الأسباب، إنه رئيس الجمهورية أولا رجعنا الصيغة وبده يتربط، راح يبطل يكون الثوري بشير وإلى آخره. كنا 3، ما كان بدنا يعمل رئيس جمهورية وبلغني بعدك صغير، وإذا بدك تعمل رئيس جمهورية ما تفوت بالسيستم، ما تفوت بالسيستم العتيق، يا بتفوت بدبابتك يا بيصير منحضر لانقلاب سلمي تفوت فيه يتغير كل هالسيستم العتيق. ما كنت موافق يمر بمجلس نواب. ليش؟ لأنه قلت أنا نحن عم نعمل نوع من التغييرات جوهرية بالبلد. التغييرات لازم تكون من الأول يعني مركي. أنا بقدر أكد بالأعداد كان بشير طبعا يستمع جيدا، يترك الغير اللي يحكوا ولكن يقرر لوحده، وكان قراره الضمني أنه ما بنقدر نحن نعمل انقلاب ضد الياس سركيس وضد الجيش اللبناني، وخاصة أنه الأمريكان وكل الأوروبيين وكل العرب بالتأكيد لح يكونوا ضدنا. بشير كان خبير بتوازن القوى.
الصبحية أهم شيء الصبحية والرفقة الحلوة اللي بتشيل الهم عن القلب عالبلدي يا بلدي تربينا وتعودنا وعودنا وعطول علقمة كثيرا على اقتراح المحامي كريم بقردوني الداعي إلى اتفاق بين الشرعية الرسمية التي يمثلها اليسر كيس والشرعية الشعبية التي يمثلها قائد القوات اللبنانية. بشير عمل اجتماع، رينا الورقة، انبسط فيها كثير، عملوا ملاحظات، وأفضل ملاحظة عملت هي من شارل ميليك، كان موجود بهذا الاجتماع، بذكرها تماما لأنه شارل ميليك قال يعني باختصار هدف القوات اللبنانية في هذه المرحلة الوصول إلى الشرعية بالوسائل الشرعية. مسك بشير هاي وطلع عند اليسار كيس، أعطاه الورقة وحكوا بالموضوع. لما قري الورقة وسمع شو عم بينقال، قال له يعني يا بشير عم تطلب مني إما أنا أعمل إنقلاب بمساعدتك، إما أنت تعمل إنقلاب بموافقتي. منذ تلك اللحظة حصل تحول في مشروع بشير الذي كان يرشق بشبهة السعي إلى التقسيم من دون أن يتفوه بهذه الكلمة على الإطلاق. لم يتخلى بشير عن معقله المسيحي، ولكنه بعد أن كان مسيحياً لبنانياً تحول إلى لبناني مسيحي، فطرح شعار 10452 كيلو متراً مربعاً للبنان متعدد الطوائف يسيطر عليه مسيحي قوي. بالأول لما حصرونا من كل الجهات فقدنا الأمل إنه بعد فينا نقدر نحن نعمل اتفاق وطن موحد، ولكن لما قوي بشير وبلشت مثل ما قلت لك الاتصالات من كل الجهات، رجعنا عاش فينا الأمل بوحدة لبنان، وفكرنا إنه نرجع كمان إلى وحدة لبنان، لأنه صرنا قص من المسلمين وقص من الدروز، كليتهم كانوا بلشوا بالاتصالات معه مباشرة ومعنا نحن. كان في بلان A وبلان B. بلان A هي 10452 بشير رئيس جمهورية بطريقة شرعية، بيعمل رئيس. بلان B مكون محضرين خطة في حال ما مش الحال نرجع هالمنطقة كنا مسمينها العرين، وكنا دارسينا شبر وشبر على الحدود وين راح تكون الحدود. ثابر بشير على تلازم العمل والسير في المشروعين انتظاراً لاكتمال المعطيات الداخلية والخارجية، لذلك لم يتأخر في تقوية وتعزيز القدرة العسكرية عبر إنشاء فرع للخدمة العسكرية الإلزامية لطلاب الصفوف الثانوية. البرنامج اللي عملناه جمعنا كل تلاميذ السكوند والباك والترمينال، نحضرهم لخدمة عسكرية إلزامية 15 شهر بس يتخرجوا يعمل الترمينال. وبهالعملية هاي جمعنا 17,000 شاب من ضمن المناطق المحررة، ولأول مرة إذا بدك القوات اللبنانية بتخوض هالتجربة إنك تستوعب 17,000 شاب وتعمل لهم كل الشغل اللوجستي والإدارة والتدريب والتأهيل والأكل وكل هالشيء. بهذه المؤسسة الرديفة التي اعتبرها حيوية لاستمرار مسيحي لبنان، تمكنت القوات اللبنانية من دخول جميع المناطق بما فيها المتن الشمالي، واستطاع بشير تجاوز الإطار الحزبي الضيق وخلق تيار شعبي شبابي كان يتطلع إلى مشاركته همه الوطني. كنا نتجمع بالملعب البلدي بجوني، وكان الكونفو تبعنا يبلش من هونيك تنطلع على دير دومبوسكو بفترة يكون على كيلومترات في سيارات عم تنقل كل دورة تدريبية كنا نعملها. وحتى بقول لك بكل فخر إنه كل نهار أحد بشير كان يكون معنا، لأن كنا نعمل دورة 4 أيام، خميس جمعة سبت أحد، يطلع بشير كل نهار أحد على الدومبوسكو يحكي مع المتدربين. جميع يلي مطلوب منا بهالمرحلة هاي بالذات
كل شباب لبنان يكونوا مستعدين لهاللبنان هيدا من خلال هالمخاض يلي عم نعيشه من 7 سنين لليوم، يطلع لبنان قوي، يطلع لبنان سليم، يطلع لبنان نظيف، يطلع لبنان مش سمسار، يطلع لبنان مش مرتبط يلي كان عنا لهلا. بتأمل انه كلنا سوا نمشي بهالطريق لنخلق لبنان يلي كلنا سوا بدنا اياه. بشكرك. في سبيل انجاح استراتيجيته اللبنانية الجديدة، احتاج بشير الى جسر عبور الى الطوائف الإسلامية، وبناء على نصيحة الرئيس سركيس فتح قناة اتصال مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط. هذا هو رأي خاص. بالحقيقة ما كانت محاولة جمع بشير ووليد، هي كانت محاولة إيجاد أو إنتاج مشروع موحد ما بين بشير ووليد. لهالسبب كان في فرقاء من قبل بشير، فرقاء من قبل وليد، يجتمعوا عندي بالبيت وندرس مشاريع. كنت أنا وأنطوان نجم، من قبل وليد جنبلاط كان سمير الفرنجي ورياض طه الدين. صرنا نعمل اجتماعات مشاورات وإلى آخره، وصارت تطلع بالصحف أنه في اجتماعات وإلى آخره، وصار في ضغوط على وليد جنبلاط أنه طلع من القصة، لأنه هيدي عم تعطي حتما حجم لبشير أكثر مما نحن منريده، وأكثر ما عم تعطي حجم أنه صار والله ساعة الأمريكان ماشي حالهم والإسرائيليين ماشي حالهم وبعض القيادات الإسلامية ماشي حالها، وأنت كمان معناته عم بيتوج الزلمة زعيم في مكان ما. صار في ضغط عليه، انسحب وليد من الضغط ممتلئا بالثقة بالنفس والأمل بتقدم مشروعه. استعرض بشير قوته العسكرية والشعبية في مهرجان يوم الوعد في جوني في مناسبة عيدي الاستقلال والكتائب نهاية 20 الثاني 1980. سمح التحول في قوة بشير بانفتاح أمريكي غير مسبوق عليه، فاجتمع به السفير الأمريكي جونتر دين سراً في دير الرهبانية المارونية في بيروت بترتيب من الأبات بولس نعمان. It was little by little. I was asked by the Maronite priest Naaman to get to know Bashir better and try to convince him of the importance of the Lebanese community, regardless of faith, being all together in their attitude towards the rest of the world. And he made the appointment up in a monastery way up in the mountain, and there I met him again, and I convinced him at that point that we, the Americans, can work with him, Bashir, and help him those areas which the Bashir used to look to the Israelis for that assistance. بهالاجتماع كان أول اجتماع رسمي بيصير بين بشير ودبلوماسي أمريكي. بهالاجتماع كان وراء ليه سركيس. إصرار ليه سركيس على ضرورة احتواء بشير والاجتماع مع بشير، وكان عنده نظرية ليه سركيس واضحة، هي أنه بشير لطنق ما فيك تنقله من إسرائيل إلى سوريا دفع تفشي وحدي، بدك مع بشير تنقله من مكان اسمه إسرائيل إلى الولايات المتحدة حتى بعدين يقدر ينفتح على العرب. Sarkis himself supported my efforts with Bashir. Sarkis, and so did Johnny Abdo of the intelligence service. And the Israelis were happy with a divided Lebanon, a weak Lebanon. بكثير من الحذر استقبل الإسرائيليون انفتاح الأمريكيين على بشير، واتهموا السفير جونتر دين بالعمل ضد مصالحهم.
They held me responsible that Bashir became a defender of national interest and cooperation with all religious and groups in Lebanon. And they held me responsible, and they were very upset. And that it led to the point where they were trying to kill me with American weapons shipped to Israel, as I told you earlier. And that was one of the serious events in 1980. كان القلق الإسرائيلي قد تضاعف نتيجة تطوير معاهدة الصداقة والتعاون التي وقعها الزعيم السوفيتي بروجنيف والرئيس السوري حافظ الأسد في موسكو في تشرين الأول 1980. شعر بيغن أن المعاهدة عززت موقع دمشق، فقرر الرد في لبنان بزيادة الدعم للقوات اللبنانية. في 17 من كانون الأول 1980، وفي خطوة غير مسبوقة، جاء لبنان سراً رئيس الأركان الإسرائيلي رافائيل إيتان على رأس وفد كبير جال على الجبهات واطلع على تطور قدرات القوات اللبنانية. أدرك بشير أن تغييراً قد حصل، لا سيما أن تغييراً مماثلاً بدأ يشعر به من جانب واشنطن. 1981 كان بلش يصير في حوار وأخذ وعطي، بلشوا يشوفوا، بلشوا لا مش مزبوط هالإيمج اللي كانت عندنا، هالزلمي مش هيك، لا هيك. بلش التأثير يبين من شخصية بشير في لبنان والشيء اللي كان عم يعمله على الأرض، ووجود اللوبي اللبناني برا، إن كان على صعيد كنائس إنسان، إن كان على صعيد الإعلام، إن كان الأمريكي أو اللبناني، إن كان على صعيد الجالية تبعنا والطلاب والجامعات ومراكز البحوث. بلشنا نفوت باللعبة وبلشنا نفهم من يأخذ القرار بأمريكا وكيف يؤخذ القرار. على غرار إسرائيل، كانت الولايات المتحدة تراقب عودة السوفيات بقوة إلى الشرق الأوسط عبر سوريا التي قادت معارضة معاهدة الصلح المصرية الإسرائيلية التي وقعت في كامب ديفيد. كانت الحرب الإيرانية العراقية أيضاً في الذروة، والثورة الإسلامية الإيرانية تهدد الخليج وتقلق الغرب، والاتحاد السوفيتي يحتل أفغانستان، والبابا يوحنا بولس الثاني يهز بولونيا وأوروبا الشرقية الشيوعية. تبدلت أولويات واشنطن مع وصول رونالد ريغان إلى البيت الأبيض، ولاحت لبشير الجميل وفريقه بارقة أمل. كان كارتر عدائي لإلنا، وكان بيعتبر القضية الفلسطينية هي الأساس مش لبنان. بقى كنا نحن رايحين معس منقدر نضحي بلبنان. وقت إجا ريغان على رأس الجمهورية ونحن ساعدنا أنه يجي، تغيرت الأمور وصفت القضية اللبنانية المسيحية هي قضية أساسية بهالعملية. من هون صار في عنا وجود خلال بيت أبيض، عنا بالبنتاغون، الخارجية كانت عدائية للآخر، وكان عنا الاجتماع يلي رتب لنا إياه الله يرحمه الصديق خليل أبو حمد مع كيسي بنهار سين باتريك دي بال81 بنيويورك بمكتب روجرز. جديد سانس الكوب. في 13 من أذار 1981 تسلم بشير من السفير الأمريكي وبكثير من الذهول والسرور رسالة من الإدارة ظهرت فيها إشارات التبدل الأمريكي حيال مقاربة الأزمة اللبنانية. بقولوا فيها بواضح أنه نحن حريصون على ضرورة الحفاظ على التعددية في المنطقة، والتي تسمح للمسيحيين بأن يكون لهم دور في معالجة شؤون المنطقة، ونحن حريصون على إبقاء هذه التعددية مهما تكون المخاطر التي تخرج عنها. إجي عندي على البيت جماع الأمريكان ديسك لنجيبوا هالمكتوب من البيت الأبيض. الأمريكان ديسك شارل ميليك، إلي سالم، عبد الله أبو حبيب، ألفريد ماضي، أنا، قعدنا. مكتوب رائع. كوماندر أوف تشيف أوف ذا ليبانيز فورسز مستر بشير جميل، أنا عم يعترفوا فيي سكير،
بس نقدر نجاوب على هالمكتوب مثل العالم؟ ما قدرنا. قلت له في شخص مهم اسمه سيسر حوراني، هيدا مستشار برقيبة عشرات السنوات، مستشار الملك حسين، مستشار، وهيدا professor of English and political science، خليه يكتب هالمكتوب. قال لي جيبه. قلت له بس بالغربية. قال لي بقطعه، ما تعطلها. قطعني. أول ما فات قال شارل ميلك أهلا بمعلمي. فات سيسر حوراني بعده حي يرزق، بالنهار كتب عنا إذا لاحظت بلمحة. خبرني أخذ جاوب على هالمكتوب بأجمل ما يكون من نص. قال لي بشير احجزه، ما تخليه يروح، خليه نام عندك، بدي إياه، بدي استفيد منه. فعلا هيك كان يحب الأقوياء بشير. فيما كان وزير الخارجية الأمريكية الجديد ألكسندر هيج يباشر جولته الأولى في الشرق الأوسط بدءا من إسرائيل، ومن دون المرور في دمشق كان التوتر على أشده بين السوريين والقوات اللبنانية في مدينة زحلي. زحلي كانت تكوي بالمفهوم عند الجبهة اللبنانية والكتائب أنه هذا امتداد طبيعي للمنطقة المسيحية، وأنه لا يجوز عزل زحلي عن المسيحيين. بناء على ذلك كان في دائما اهتمام بأنه يضل في طريق امداد ما بين زحلي و المنطقة الشرقية، يعني المنطقة المسيحية. لأنه يعني في وجود مهم كان بزحلي، وبنا نوصلها وكان بلشنا نروح نعمل تدريبات هونيك، نودي عسكر يعملوا تدريبات بزحلي. هيدي عم بحكي بأواخر الثمانينات. وصارت قصة الحنش لما راح على زحلي. كان بعين الرمانة واحد شاب من المسؤولين الأحرار، ولكن بعد ما صارت 7 تموز وبعد ما توحدت البرودة هرب هو من المنطقة المحررة واتجه صوب الغربية. هناك استوعبوا السورية وجربوا يدخلوا على زحلي يعمل نقطة لقلوا بقلب زحلي. شباب زحلي، كل الشباب الكتائب وغير كتائب والتجمع الزحلي العام وكلهم رفضوا هالوجود، يعني يلي اعتبروه مثل حصان ترواده. صار في اول اشتباك على عيد الميلاد على منطقه الحمار، تراكتور كذا، واشتبكوا مع الشباب لان كانوا عم بيحصنوا السوريين والى اخره. الجيش السوري عمل رده فعل عنيفه وعمل محاوله هجوم وضرب زحلي وقصفه بعيد الميلاد بقصف شديد. من بعدها الأهالي بزحلة والأحزاب اليمينية طلبوا، إجوا لعند الشيخ بشير وطلبوا أنه يكون في مساعدة، لأنه صار في خوف على زحلة، وكان في خوف أنه ما تصير زحلة مصيرها مثل مصير الدمور. بيبعتنا بشير بعيد الميلاد 80 على زحلة، بطرس خواندو أنا. رحنا بالجرد وصلنا على زحلي وعملنا وقتها اجتماع مع كل الفعاليات والمطارنة وكذا، وشفنا كل الشباب وكل الأحزاب فوق وشفنا شو كنا عايزين، ورجعنا عند بشير قلنا له وضع زحلي كتير عاطل، لا في كادرات ولا شيء، ما في تنظيم ولا ما في شيء يعني. كان وقتها اتفقنا انه رح نجيب شباب من زحلي وندربهم ببيروت، وهيك صار، جبناهم وانا اشرفت شخصيا على تدريبهم وقتها ببيروت، هيك شيء 100 كادر من زحلي. وبلشت تزيد مثل اقولوا مش احتكاكات، بس بتحس انه التنشن عم بتزيد، ونحن فاتحين خط من الجبل وصولا على زحلي، وشترينا رتركات من أستريا لنقدر نستعملهم بالتلج نكفي نوصل الطريق بالشتاء. يعني اخذوا حجي السوريين حتى يفوتوا يتدخلوا ويسيطروا على زحلي، لان حسوا انه زحلي ظهرت خارج الاطار تبعهم، انه ما كان فرقانه معهم، باخر طبعا كانوا عم يفتشوا على حجه لحتى يفوتوا على زحلي، لان كانوا معتبرين انه زحلي بلشت تصير بشير، وهيدي شغله ما كان فيهم هن يقبلوها ابدا، يعني هي بيعتبروها كانت بعقر دارهم البقاع لهم، مش مسموح يكون في شوكه بخسرتهم، هيدي كانت الفكره. كما كانت زحلي بالنسبه الى بشير والمسيحيين العمق الجغرافيه والتاريخيه للجبل، فإنها شكلت أيضاً بالنسبة إلى السوريين عمقاً أمنياً وعسكرياً واستراتيجياً في قلب البقاع الذي يمكن لإسرائيل أن تتسلل منه للانقضاض وتطويق دمشق. فزحلي
لا تبعد أكثر من 14 كيلومتراً عن الحدود وأقل من 50 كيلومتراً عن العاصمة السورية. لذلك استنفر السوريون لمنع وجود القوات اللبنانية عسكرياً في زحلة. عززت القوات السورية الطوق على زحلة عبر تكثيف واستحداث المراكز العسكرية على التلال وعلى المداخل وفي نقاط حساسة لا سيما المعلقة وحوش الأمراء، ما أدى إلى تقسيم المدينة وعزلها عن محيطها وحرم أبنائها من الخروج إلى السهل الزراعي المتصل بها. الشباب كمان كان عندهم أوامر إنه التمركز ممنوع، إذا دورية أوكي بس التمركز ممنوع، لأنه كمان هيدا التمركز يعني بتعني إنه قصموا المدينة وضعفوا جبهتنا. فجربوا يتمركزوا، صار في قواص اشتباك بين الشباب وبين الدورية السورية المؤللة. وتاني يوم كانت كل الأخبار وكل المعلومات إنه الهجوم رح يبدأ بتاني يوم. وإفكتيفمان يعني تاني يوم بلش، كان 2 نيسان بلش الهجوم على المعلقة بالدبابات. نحن تفاجأنا كتير وقت فتحوا النار باتنين نيسان على بيروت وعلى جوني وعلى زحلة، وصار في دغري محاولة الإطباق على زحلة، يلي هني شبابنا فوق أول شباب أول هيدي جربوا دغري يتصدوا له وقتها لهالمعركة هيدي. ونحن بذات النهار ناخد الشباب اللي كانوا موجودين هوني منحملهم زخيرة ومنبعت معهم مجموعة من وحدات المركزية تبعنا حتى يطلعوا على زحلة. الشغلة الثانية انه ما كنا جاهزين بعد لهالموضوع هيدا، هي انه بشير كنا نحن بحالة كتير قلق، لان كنا حسين انه زحلة هي توطئة للإطباق على العرين يلي هي جوني وبيروت وكذا الأشرفية، لان كنا عارفين السوريين اذا كان فيهم يحسموا علينا ما رح يقصروا ابدا. مرت أيام وليالي طويلة تحت سيف الخطر ومطر القذائف والصواريخ، حيث التهبت خطوط التماس في بيروت وتحركت باقي الجبهات في الشمال والمتن. ضغطت دمشق عسكرياً لخنق زحلة وسياسياً لتحطيم بشير. بيروح الوزير بطرس يعني على الشام، كان في رفض تام أمام أي تسوية، وكان حافظ الأسد عم بيقول بوضوح لا يمكن أن ينهزم الجيش السوري أمام ميليشيا، وبالتالي كان صارم بأنه هو لن يقبل إلا خروجهم بدون سلاح رافعي الأيدي، وبده يحقق معهم قبل خروج، يعني حط شروط ما كان ممكن تنقبل. وقتها إحنا دغري جمعنا كل جمعنا الجبهة اللبنانية وجمعنا الشخصيات وجمعنا الكل، وكان في سفير فرنسا مهم جدا يلي قتل كمان، سفير لوي دولامار اجى لعندي على مارمتانوس بسوريكو وصار يخابر دولته من هونيك ويبعث له رسائل، واجتمع كمان ببشير. في لحظة غضب وخيبة من التخلي الدولي انفجر بشير أمام الموفد الأمريكي موريس دريبر الذي طلب انسحاب القوات اللبنانية من زحلة، وهدد بتدمير الهيكل على رؤوس الجميع. ما بدنا وقف اطلاق نار، ما بقى نسمح أن يكون في دمور تانية بلبنان. ومن هون منرجع منقول إذا شبابنا ما رح يفوتوا على المدرسة، ما بقى في حدا بيفوت على مدرسة بلبنان. إذا شبابنا ما بتقدر تستعمل مطار بيروت، ما بقى حدا بيستعمل مطار بيروت. إذا مناطقنا بدها تنضرب بالشكل يلي عم تنضرب فيه، كل مناطق لبنان بتنضرب مثل ما نحن عم ننضرب. جبار! جبار! صمم بشير على أن الحد الأدنى في زحلة كان منع القوات السورية من احتلالها، والحد الأقصى إبلاغ المجتمع الدولي أن الجيش السوري لم يعد قوة ردع عربية
وأن الوقت حان لإخراجه من لبنان، وفكر باللجوء إلى مجلس الأمن. كان نحن عندنا نائب بحزب الكتائب اسمه جورج عقل، ذهبت أنا وجورج سعادي وجورج عقل على سوريا بموضوع زحلي، فتلقينا بعبد الحليم خدام وقال له انه الوضع بزحلي دراماتيكي و و و وانه انتم عم تورطوا حالكم، يمكن يصير في حرب بسبب زحلي وكل ذلك، ويمكن وكانت الامم المتحده عم تحضر، مجلس الامن عم يحضر بيان بده يصدر. يعني بقول له عبد الحليم ايه نحن اجا فلان سمى احد المسؤولين العرب وبلغ الرئيس الاسد انه ممكن مجلس الامن يتخذ قرار بضد سوريا في موضوع زحلي. أنا فبيجاوبوا الرئيس الأسد أنه بالوقت يلي أنتوا عم تكونوا عم تكتبوا البيان بتكون دمرت زحلي. بشجاعة اليأس الأقوى من الأمل أصر بشير على ضخ المعنويات رغم سيطرة السوريين على التلال وإبقاء منفذ وحيد لزحلي. كونوا أكيدين إنه الشغلكم يلي عم خاصة مربطكم هون، فهمت إنه هيدا اشتغلتوا بأقسى ظروف وبأقسى الأوضاع والشروط، فكونوا أكيدين إنه مقدرين كل هالشغل هيدا، بقى شدوا حالكم ويعطيكم العافية، وكونوا واعيين لأهمية الدورة اللي عم تقوموا فيه أنتوا قاعدين هون بهالتعتير هيدا، مصير لبنان على هالكم مدفع يلي هون. ليلة 10/11 عرف بشير إنه الطوق عم بيقوى على زحلي وراح يسكروا على زحلي. اتصل فيي واكيد ما عنده كمان بشير هال دائما بفكر بالشباب يلي حقيقه بمأزق، وحطني باجواء انه بكل صراحه انه هيك راح يصير. قلت له لا، يعني حالتنا ما بتسمح لنا انه نترك زحلي، راح نبقى هون. بشير اعتبر انه بركي بيقدر انه الاسرائيلي يجي يساعده، انه من منطق انه معركة صايرة وصارنا نطلب مساعدة اسرائيلية. اضطريت روح انا وجان ناظر، يعني نروح باختصار روحة. قلت انا بدي العب اخر ورقة معه، قلت لهم نحن جايين نشكركم، المشروع هذا اللي احنا وياكم وصل لاخر حلول له، جاي بس نشكركم ونعطيكم علم على انه نحن، لانه كان بشير بلش يفاوض السوريين كمان. على رغم مرور 3 أسابيع على بدء المواجهة، بقيت الحكومة الإسرائيلية حذرة من الاقتراب من برميل البارود اللبناني، فقد كان الإسرائيليون يشكون بأن بشير نصب لهم فخاً لاستدراجهم إلى حرب مع سوريا خدمة لأهدافه. قلت لهم نحن ما بقى فينا نضايق، صار في طيران يعني يبدأ، وانتوا قايلين لنا اذا بتستعملوا سلاح طيران سوريين ما اكازوش بيلي، بقى في طيران نحن عم يقطعوا علينا طرق الامداد وزحلي بقى عم تدمر. يعني هني هم بيقولوا انتوا لعبتوا معركة زحلي هذه، عاملين موقع استراتيجي بالنسبة للسوريين اكبر منكم واكبر منا. كان سبب الفتور الاسرائيلي واضحا، فبحسب اتفاقية الخطوط الحمر التي هندسها الأمريكيون بين دمشق وتل أبيب سنة 1976، كانت زحلي في نطاق الأمن القومي لسوريا التي كان يحظر عليها أيضاً استخدام الطائرات فوق لبنان. ولكن في 24 من نيسان حدث تطور قلب المعطيات. كان في منطقة هي اللي فجرت الوضع، هي منطقة تصنين، يعني ما يسمى بغرفة الفرنسية. القوات اللبنانية كانوا مسكين غرفة الفرنسية اللي هي بتجمع ما بين زحلي والمنطقة الشرقية، بيطلعوا طوافات سورية وبيضربوا المنطقة. اعتبر رئيس الأركان الإسرائيلي رافائيل إيتان أمام جوزيف أبو خليل أن استقرار الجيش السوري على أعلى قمة في الشرق الأوسط فوق جبل صنين يحد من هامش بلاده ويكسب دمشق تفوقا استراتيجيا بعدما خرقت الخطوط الحمر واستخدمت سلاح الطيران. وجيت من هونيك بدون جواب نهائي،
بس قضية الإشارة إلى استعمال السوريين للطيران تركت أثر عندهم. صاروا يعملون اجتماعات طول النهار مع ضباط وغيره ما جاوبونا بشيء. لما رجعت لهون قال لي نطرني بشير كان على الكسليك قال لي هي مثل كل مرة مش هيك؟ قلت له والله ما فيني أقول لك بس أنا جاي على يقين إنه رح يصير شيء. قلت له أعطينا 24 ساعة أنا كنت متأكد إنه من العملية رح يضرب الطيران. بهذيك الفترة كان دكتور مالك معي بواشنطن وكان عندنا بالمكتب وبصير في علاقة مع عم جرب نوصل لهيك واستعملنا سنة الهالمز اللي كان تربط دكتور مالك علاقة مميزة معه كان من الأقوياء الجمهوريين وكان في عنده لقاءات مع وزير خارجية أمريكا بديك الأيام ألكسندر هيك. بعد غداء أحد الغداء كان نهار سبت بدق لنا هامز على المكتب وبيبلغنا قبل ما تصير ضرب الطيران السوري بيبلغنا انه خلال 6 ساعات رح تسمعوا خبر يغير كل المعادلات بالمنطقة. فلما بتطلع الطيران الاسرائيلي بيضرب طوافات سورية بيجي الرد السوري دغري بيحركوا سام 6 وسام 7 على داخل البقاع لمنع الطيران الإسرائيلي. حولت صواريخ سام السورية في البقاع قضية زحلي إلى أزمة إقليمية دولية. وجه بيغن إنذاراً إلى حافظ الأسد مهدداً بضرب الصواريخ. فتحركت حاملة الطائرات السوفيتية موسكوفا في البحر بين قبرص ولبنان. وعلى الفور أرسل الأسطول الأمريكي السادس حاملة الطائرات فورستال و15 بارجة حربية. مارس بشير في زحلي فن لا معركة معتمدا تكتيك الحرب المدينية التي يتجنبها عادة جيش نظامي كالجيش السوري. حول معركته معركة كل لبنان ونجح في تصوير زحلي آخر مدينة مسيحية في الشرق تتعرض لحرب إبادة. طلب وقتها بواسطة مكتب القوات بواشنطن انه يصير في اتصالات على سنترال بيت الابيض. صار في لدرجة اتصالات انه تعطل السنترال. يعني كان عم نخلق نوع من يعني نوع من حدث معين ليحسوا النواب الأمريكيين وأعضاء مجلس الشيوخ إلى آخره أنه في بالولايات المتحدة في صوت مرجح ممكن يكون بدوائرهم الانتخابية صوت مرجح لبناني. بوقت من الأوقات إجا تطمين كمان من كان وقت الفايس بريزيدنت بوش هو موكل بهالقصة. تلفن جرب يحكي مع الأسيكفي مع المطران فرح وبلغوه كمان من السفارة للمطران انه بيقلكن فايس بريزيدنت بوش انه ما تقتلوها نحن عم نراقب الوضع. في بيروت تبلغ بشير من السفارة الامريكية ان لبنان عاد للمرة الاولى منذ العام 1958 اولوية بالنسبة الى الولايات المتحدة وانه شخصيا يحظى بتيار مؤيد خصوصا في مجلس الامن القومي ووكالة المخابرات المركزية ودعي الى زيارة واشنطن. اذانا ببدء المرحلة الجديدة في العلاقة التقى بشير للمرة الاولى في بيروت موفد الرئيس ريغن فيليب حبيب الذي جاء في مهمة عاجلة لنزع فتيل الحرب بين سوريا واسرائيل. بلشوا يحكوا معنا، بلشوا يسألونا شو القصة، بلشوا يقعدوا معنا ويحكوا معنا وعم نحكي معهم باليونيفورم تبعنا لأنه لأول مرة يلي عم بيتحاور مزبوط على طاولة مفاوضات هو ذاته يلي عم بيقاتل، وهذا بالنسبة لنا نحن كمقاتلين انتصار كبير، بالنسبة لنا نحن كمقاومة انتصار كبير. على الأقل نحن منتفاوض باسمنا، ما حدا بيتفاوض باسمنا، لا دولة ولا غير دولة، نحن يلي منحكي باسمنا، نحن يلي منقول ايه وقت يلي لازم نقول ليه، ومنقول لا وقت يلي منقتنع انه لا ضروري. فهم بشير من الأمريكيين أن عليه تهدئة اللعبة في انتظار أن ينجز فيليب حبيب مهمته،
فاضطر إلى كسب الوقت باستئناف لقاءاته مع السوريين بثلاثة اجتماعات مع موفد الرئيس الأسد محمد الخولي. إجا العميد الخولي مندوب من قبل الرئيس الأسد، اجتمعنا معه ثلاث مرات، حكينا الأمور بصراحة كلبنانيين وسوريين متنازعين مع بعضهم ومتقاتلين مع بعضهم. طلعت النتيجة، راح قال مطرح ما قعد أنه أنا عرضت عليه خطة تقسيمية، وأنا عرضت عليه أنه نقسم البلد وناخد كل واحد منا شقفة. تشدد بشير في مطالبه، خصوصا بعدما جاء وزير الخارجية السورية عبد الحليم خدام إلى بعبدة حاملا مسودة معاهدة سياسية عسكرية أمنية بين سوريا ولبنان. تدمرت زحلة، ما رح نقول إيه لوقف إطلاق نار إلا ما نحصل على كل الضمانات، مش بس لزحلة، لزحلة بس لكل المنطقة اللبنانية الحرة ولكل المسيحيين يلي اليوم عايشين تحت اضطهاد. اوكي يعطيكم العافيه، الله معك. فيما كان فيليب حبيب يضاعف تنقلاته بين القدس وعمان والرياض وبيروت ودمشق للحد من التوتر السوري الاسرائيلي، كانت زحلي تقاوم وتعاني. بوقت من الاوقات انا كنت الوحيد يلي معي خبر شو في ذخيره، ما حدا كان معه خبر إلا أنا وشخص واحد المسؤول عن ال... لما عرفت أنه صرنا أكثر من تحت الخط الأحمر، صار في اتصال بيني وبين بشير، وقلت له كل المعنويات قوية وكلنا مستعدين للتضحية إلى الآخر، ولكن وضع ذخيرتنا صار يرسى به. صار في عنده رياكسيون بهالخصوص، وصار يعني الاتصالات السياسية أخذت مجرى أسرع. رست تسوية قضية زحلي على لجنة المتابعة العربية التي ضغط الأمريكيون لإعادة إحيائها لإقامة التوازن السعودي مع سوريا في لبنان، لكن اللجنة اصطدمت بطلب سوري تقدم به عبد الحليم خدام. طلبت منه ياخذ موقف واضح، ياخذ بشير موقف واضح من إسرائيل، يعني يقطع علاقته مع إسرائيل، وياخذ موقف واضح فيما يتعلق في حل الأزمة اللبنانية. فسعود الفيصل حكي مع بشير وقال له بدك تعطينا كتاب خطي بقطع العلاقة مع إسرائيل. بجو بشير أنا مستعد أعطي هذا الكتاب إذا بتعطونا ضمانات، منها موضوع زحلي إنه ما بينعاد، ومنها سحب الجيش السوري. صار في حكي بقطع علاقة من جهة وضمانات من جهة تانية. هلأ كانت الوضع كتير مشدود، لقى الحل الرئيس سركيس. رئيس سركيس دخل وقال له لسعود الفيصل خلي بشير بيعمل الكتاب بيرسل لي إليه وأنا بحطه عندي، بعلمكم بمضمونه، بس بتضل الكتاب بأمانة عندي إلى حين تتم إنهاء المواضيع الأخرى اللي عم بيطالب فيها بشير حول الوجود العسكري السوري وحول الحصارات اللي عم تقوم. أخيراً وبعد ثلاثة أشهر من الحصار والنار، توصلت لجنة المتابعة والرئيس سركيس الذي رعى بقوة حركة بشير إلى مخارج لأزمة زحلي، فيما تولى ابن المدينة الوزير أنذاك الياس الهراوي الترتيبات العملانية التي قضت بانسحاب عناصر القوات اللبنانية بسلاحهم من زحلي، وبقاء القوات السورية خارج المدينة، وتمركز قوى الأمن الداخلي في المواقع الحساسة. وفي 30 حزيران 1981 ترك 95 مقاتلاً زحلي التي منحت بشير الجميل الانتصار السياسي الثاني بعد حرب 100 يوم في الأشرفية. إن صمودكم غير معادلات وأسقط سياسات ودحر مؤامرات، ولولا هذا الصمود ما كانت الشرعية اللبنانية تدخل زحل اليوم من الباب الواسع
ولما كانت القضية اللبنانية تأخذ حجما دوليا لم تعهده منذ بداية المحنة. كان بشير في زحل أمام خيارين، الإنقاذ بالصمود أو الإنقاذ بالاستسلام. اختار الصمود بثمن باهظ في الحجر والبشر على سلام بحبر ذليل. فتحت له الأزمة باب الحوار مع الأمريكيين والأوروبيين والعرب والسوريين، وفتح له الانتصار الطريق إلى واشنطن بعد طول انتظار. يا شباب إذا بتسمحوا رح نشرب كيس زحلة. انتخابات رئاسية أو فراغ، نصاب أو تعطيل، تلتين أو أكترية مطلقة، مين قادر يعطل النصاب وكيف؟ رئيس من الدورة الأولى أو من الثاني؟ كم فراغ رئاسي شهد لبنان من الاستقلال لليوم؟ وكم تمديد أو تجديد؟ من هن المرشحين لرئاسة 2022؟ هل يمكن انتخاب قائد الجيش؟ وهل حدا من السياسيين مقدر خطورة وتداعيات الفراغ اللي ناطرنا؟ انتخابات 2022 الرئاسية بسلسلة تقارير سريعة ومبسطة بنشرة أخبار الـ LBCI. ما كنا عارفين شو رح يعملوا عسكريا، ما عنا تفاصيل ابدا. نعم عملنا خطه عسكريه، بس نحن عملنا الخطه العسكريه تبعتنا مش تنساعد. كان في آلية للتنفيذ باول ست اشهر شو بده يعمل مع اجندة كل جمعه شو في. ان الرئاسه تعلن انتخاب الشيخ بشير جميل رئيسا للجمهورية اللبنانية. لبنان منه وطن أو مسيحي، إنما لبنان وطن للمسيحيين ولغيرنا كمان إذا بدهم.